صباح الخير، السلام عليكم. صباح الخير، لأنه الساعة حاليا 10:45 في هنا في كوالالمبور. أنا في حي مهر جليلة. المعبد ده أنا صورته في لايف قبل كده، وثقت لي في لايف قصدي، لكن حنشوف حاجة تانية طولت من جداريات البلد ديك، فخلينا نشوف دي مع بعض قبل ما البوليس يجي، لأنه أنا قريب حتى البوليس بالمناسبة. دوقت حموطهم الصباح، بشوف الناس اللي حايمين ساي كده زي، لكن طبعا كالعادة بكون شايل معي حاجة، بس انه كان حصل اي شنكب عنكبة كان حصلت اي مشكلة اقدر اتكلم، يعني اقول لهم انا مش اشتري حاجة. البوليس هنا طبعا في الحتة دي، بس براها طوال، يعني جايز يكون تبعهم الحتة دي، انا ما اعرف. طيب دي التكاسي الحمر في المنطقة، طبعا إنهم تكاسي حمر تكاسي كحولية، أسعارهم بتختلف طبعا، غير جراب اللي هو بتاع ليموزين كده زي ماي كار، عندكم حاجة طبعا في البصات وفي المترو. أنا نفسي بس ألاقي الشباب اللي اشتغلوا الجداريات ديل، أحييهم وسلم عليهم، سلم عليهم في يدهم عديل رغم الموضوع بتاع الكورونا ده طبعا. بكون شايل معي سانتايزر في جيبي. في واحدة من القنوات دي بتاعتهم عندهم حاجة اسمها أسترو، ذاك البوليس هي مارك بعد شوي، عندهم مجموعة قناة اسمها أسترو، قنوات مريضية فيها حياة متنوعة، فبيجيبوا دعاية لواحد من الفنانين اللي بيشتغلوا الجدالات الزي دي في كوالالمبور في ماليزيا. أنا ما شفته وين، يعني ما ركزت في الاسم، ما عارف اسمه صعب شوية، لكن اكيد لو قلت لكم انتك هتوصل معاه، مش عارف الاقي الناس ديل يا اخي، بتاع شديد. انا التفاصيل الصغيرة صغيرة، انا حتة النخرة دي هنا جاء من قريب. طيب عشان نشوف يعني النخرة عاملة كيف، الظلال، التفاصيل زي دي. اسك ام ام ده اللي اشتغله، ما عارف اسمه كده ولا ده اللي قبله. هنا برضه في اسم، نعمل اوفر فيو للجداريه قبل ما نخلص اللايف الصغير ده. طيب انتهى المين لايف التوثيقي ده للجداريه اللي وراي، جداريه البلد ديك. نتلاقى ان شاء الله في لايف ثاني. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.